بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات تعليم عن بعد الانتساب المطور، طلاب المستوى الرابع لمقرر مدخل الاقتصاد الإسلامي. أهلا بكم في اللقاء السادس من لقاءاتنا الحية لهذا المقرر. وبالأول حاجة بنأكد على الصوت، إن الصوت واضح يا شباب، الصوت واضح، الصوت واضح، واضح، تمام. اوكي، خلينا بقى نبدأ الأول مع إن أنا كنت بعت لكم تكليف ذاتي أول علشان تتعلموا إزاي تكونوا أسئلة وإزاي تذاكروا مقرر بصيغة أسئلة صح وخطأ أو اختيار من متعدد. خلينا نراجع العشر أسئلة بسرعة اللي كانوا مبعتين لكم في التكليف. وطبعا التكليف يعني هو للتدريب، للتدريب. فحتى اللي عنده مشكلة في التكليف الذاتي ولا أي مشكلة، فبالتالي يعني ما عندوش مشكلة انه يسمع معانا الاجابة بتاع التكليف الذاتي ويستفيد برضه من الموضوع ده. طبعا هيبقى عندنا لقاءين كل اسبوع، يوم الحد اللي هو النهاردة من 8 وربع، ويوم الاربع من كل اسبوع، حد واربع، الاحد والاربعاء من الساعة 8 وربع، لقاءين في الاسبوع ان شاء الله عز وجل. المفروض رسميا يبقى لنا 12 لقاء، فحسب التسهيل ربنا يسهل. بلاش أسئلة كتير بتضيع وقت، وأسئلة أنتوا تقدروا تردوا عليها بعض فيها. خلينا بقى نبدأ التكليف الذاتي. كان 10 أسئلة اختيار من متعدد. أول سؤال كنا نقول من دعاة الفكر الاقتصادي الاشتراكي في العالم، أنا هقول الإجابة على طول عشان ما شتتكوش، هقول الإجابة الصحيحة فقط. من دعاة الفكر الاقتصادي الاشتراكي في العالم، الإجابة الصحيحة هي ماركس. الإجابة الصحيحة هي ماركس. يهتم الاقتصاد الإسلامي بالبعد العقدي أو الديني ويتجاهل البعد التحليلي الاقتصادي. العبارة خطأ، العبارة خطأ. السؤال رقم 3، هو نظام يقدس الحرية ويتيح للفرد حرية الاستهلاك وضمان أكبر قدر من الربح المادي. الإجابة الصحيحة هو الرأسمالي، الرأسمالي، الرأسمالي. ننتقل للسؤال رقم 4، الظاهرة الاقتصادية هي سلوك الإنسان في مجال، الظاهرة الاقتصادية هي سلوك الإنسان في مجال. الإجابة الصحيحة هي الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، الإنتاج والاستهلاك والتوزيع. السؤال اللي بعد كده، يواجه النظام الرأسمالي، سؤال رقم 5، يواجه النظام الرأسمالي المشكلة الاقتصادية باعتماده على، يواجه النظام الرأسمالي المشكلة الاقتصادية باعتماده على. الإجابة الصحيحة هي آلية السوق، آلية السوق. السؤال رقم 6، السؤال رقم 6، من أقسام ضوابط الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي، من أقسام ضوابط الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي ضوابط دائمة، ضوابط دائمة. الإجابة الصحيحة هي ضوابط دائمة. السؤال رقم 7 شباب، تقسم الشؤون الاقتصادية في المجتمع الإسلامي إلى، الإجابة الصحيحة هي ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. الإجابة الصحيحة ثلاثة أقسام. السؤال رقم 8 يا شباب، بنقول فيه للموارد الحرة خصائص منها، للموارد الحرة خصائص منها. الإجابة الصحيحة هي ليس لها ثمن، ليس لها ثمن. السؤال رقم 9 يا شباب قبل الأخير، بقول فيه من ضمن أبعاد المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي أنها مشكلة إنتاجية، من ضمن أبعاد المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي أنها مشكلة إنتاجية. العبارة صحيحة، العبارة صحيحة. السؤال رقم 10 والأخير، السؤال رقم 10 والأخير، تمثل الجمع بين إشباع الحاجات المادية والمعنوية، تمثل الجمع بين إشباع الحاجات المادية والمعنوية. الإجابة الصحيحة هي الزكاة، الزكاة. الإجابة الصحيحة هي الزكاة. دي كانت إجابة التكليف الذاتي، الإجابة الصحيحة والإجابة النموذجية. أي حد غلط في أي فقرة بقى يبقى عارف هو غلط في إيه، ويعرف الصح عشان ما يغلطش فيه لو مر عليه السؤال ده تاني. طبعا في ناس تسال اسئله الحقيقه ملهاش محل الاعراب، يعني في اسئله يا جماعه كده ما ينفعش انت كطالب جامعي تسالها، يعني
في حاجات كده بقى ما فيش داعي تسألها، انتوا تجاوبوا على بعض في الحاجات اللي هي البسيطة اللي المفروض ما تسألوهاش يعني. بيبقى في حاجات سابقة لأوانها يعني. كل شيء بأوان يعني. حد يقول لك في حاجة ملغية في المقرر يا دكتور ولا ما فيش، هنقول والله بس كل حاجة في وقتها. يعني مش معقولة كده. خلينا بقى الأول نبدأ بقى مع بعض في مواصلة شرحنا. ويقول لك فاضل كام لقاء ومش فاضل كام لقاء وحاجات غريبة كده يعني. خلينا بس نركز وكل شيء يكون واضح مع نهاية اللقاءات، يكون كل شيء واضح إن شاء الله. المهم إن إحنا عندنا لقاءين في الأسبوع، يوم الأحد الساعة 8 وربع، يوم الأربع الساعة 8 وربع. نبدأ ونفكركم إن إحنا وقفنا عند صفحة 8، ولسه في ناس بتسأل عن المذكرة لغاية دلوقتي، ناس مضيعة خالص لسه بتسأل عن المذكرة. طبعا مش هجاوب على الكلام الفاضي ده، كل واحد لازم يعرف مصلحته ويتواصل مع الناس، والناس بتجاوب عليه في المنتديات واحنا بنجاوب قدر المستطاع. كنا بنتكلم يا شباب في المذكرة بتاعتنا، وصلنا صفحة 28، ووصلنا تحديدا لعناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي. عناصر الإنتاج في الإيه؟ في الاقتصاد الإسلامي. يا ترى ما هو عدد عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي؟ يا ترى في معيار ممكن أعتمد عليه علشان أقول أي شيء بسميه عنصر إنتاجي؟ ما هو المعيار اعتبار الشيء عنصر انتاجي؟ عندي معيارين. اي شيء، اي مورد اقول عليه عنصر انتاجي يا شباب؟ اذا كان بيساهم هذا الشيء في العمليه الانتاجيه، لو ليه نسبه مساهمه او مشاركه في العمليه الانتاجيه اقدر اسميه عنصر انتاجي. ايضا مراعاه الاعتبار الشرعي لهذا الاسهام، وهو يعبر عن الوجود النسبي لهذا العنصر او ذاكه. فالإسهام يكون مباشر أو غير مباشر، سواء كان ليه وجود حسي ملموس داخل المشروع أو وجود معنوي داخل أو في المشروع. زي مثلا المضاربة، المضاربة بيبقى العناصر فيها وجود حسي وعناصر أخرى ليها وجود اعتباري. زي المضاربة مثلا بنقول المضاربة بتعني دفع مال لمن يتجر به أو يعمل به على أن يقتسم بينهما الربح، فالغنم بالغرم، أو قاعدة تسمى الغنم بالغرم. سواء بقى كان النص بالنص أو التلت والتلتين أو الربع والتلات أرباع، حسب ما يتفقوا مع بعضهم المضارب صاحب رأس المال والمضارب العامل، أو المنظم العامل والمنظم صاحب رأس المال. وقاعدة الغنم بالغرم يا جماعة يعني ما ينفعش فلوس تجيب فلوس من غير أي مجهود ومن غير أي مشروع وخلاص، وإلا هيبقى ربا. فقاعدة الغنم بالغرم لازم من الفلوس يبقى فيه ايه؟ الغنم بالغرم يعني مش متأكد الربح، الربح غير محدد مسبقا، معرفش هحقق ربح ولا خسارة، عشان ما نقعش في الربا. ان لو الربح متحدد مسبقا ايا كانت نسبته، ده يبقى نوع من انواع الربا. وبناء عليه حسب مساهمة كل عنصر في العملية الانتاجية، قد يستحق هذا العنصر اجر، او قد يستحق ايه يا جماعة؟ ربح، او قد يستحق ايه؟ ربح. فعندنا حاجة اسمها الإيجارة وحاجة اسمها المضاربة. فمثلا الإيجارة نجد أن عائد أو الأجر محدد مسبقا في الإيجارة. وفي المضاربة، أما في المضاربة يعني العكس بقى، في الإيجارة العائد بيكون محدد مسبقا في الأجر أو في الإيجارة إذا كان في عمل يعني. وفي المضاربة فالعائد بيكون غير محدد مسبقا او غير محدد سلفا. يعني في المضاربة او في المشروع ما اقدرش اقول انا هكسب كام بالتحديد، ولا انما ممكن الربح وممكن الخسارة يعني. انما في الايجار انت بتأجر عامل، بتأجر مكنة، بتأجر سيارة، معروف في الايجار كذا محدد مسبقا. وبناء عليه يعني في اجزاء كده اللي هي في صفحة 29 كده، ممكن تمر عليها سريعا كده. لكن خلينا نشوف في الصفحة اللي بعديها، يعني صفحة 29 كده، تعرفوا الفرق بين الإيجارة والمضاربة في الجزئية ديت. خلينا بقى نتكلم على عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي. عناصر الإنتاج في إيه؟ في الاقتصاد الإسلامي. الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح؟ معقولة يعني الصوت كل شوية الصوت، قلنا الأجهزة عندكم أو السماعات فيها مشكلة عندكم، لكن الصوت واضح، الصوت واضح، وأنا ربنا بعمل تشيك عليه، أنتوا بتأكدوا لي إن هو واضح. عناصر الإنتاج يا شباب يمكن أن تقسم أو تصنف عناصر، إحنا في صفحة 30 دلوقتي، إحنا في صفحة 30، قلنا صفحة 29 تعرف الفرق بين الإيجار وبين المضاربة.
أما في الصفحة 30 بنتكلم على عناصر الإنتاج يمكن أن تصنف وفقا لمجموعتين رئيسيتين، يعني ممكن أقسم عناصر الإنتاج لقسمين أو لمجموعتين من العناصر. المجموعة الأولانية مجموعة بتعتمد على الجهد البشري بمختلف صوره وأشكاله، سواء جهد عضلي أو جهد ذهني وعقلي. المجموعة الثانية شباب مجموعة عناصر بتحتاج إلى الجهد المالي بمختلف صوره وأشكاله. بنقسم العناصر إلى مجموعتين، مجموعة من العناصر بتحتاج أو بتتمثل في الجهد البشري بمختلف صوره وأشكاله، ومجموعة تانية من العناصر بتتمثل في الجهد المالي بمختلف صوره وأشكاله. ولكن خلينا نقول إن العناصر عندنا، ما هو عدد عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي؟ طبعا صار جدل بين العلماء ما هو عدد العناصر، 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا إيه، لكن خلينا نتكلم على الخلاصة، مش هنتكلم على الآراء اللي هي مش موجودة عندكم في المذكرة، يعني هنتكلم على الخلاصة. لما أجي أقول لك ما هو عدد عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي، كم عنصر؟ تقول لي هم 4 عناصر. ما هو عدد عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي؟ هم 4 عناصر. وبالتالي التقسيم الرباعي لعدد عناصر الإنتاج أو العناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي هو ده التقسيم الأفضل، هو الأكثر تفصيلا، هو الأكثر فائدة من التقسيمات الأخرى. وبناء عليه هذا التقسيم يتمشى مع المنهج الإسلامي من حيث الألفاظ والمصطلحات، ولا يصطدم أو لا يخالف أي قاعدة إسلامية معمول بها. إيه هي بقى الـ4 عناصر دول؟ لازم تكون عارفينهم كويس جدا. ما هي عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي؟ هي الأرض، ومش مقصود بيها الأرض يعني اللي أنت قاعد عليها واللي واقف عليها واللي واقف عليها دي، لأ، يعني الأرض مقصود بيها الموارد الطبيعية، الأرض وما في باطنها وما فوقها، الأرض، الجبال، المعادن، الأسماك، المية، الأشجار. فهمتوا طبعا، أنتوا ما شاء الله عشانكم عليكم شاطرين يعني. يبقى الأرض مقصود بيها الموارد الطبيعية كعنصر إنتاجي، رأس المال، ورأس المال سواء كان رأس مال نقدي أو رأس مال عيني، رأس مال نقدي يعني نقود، أو رأس مال عيني سواء كان عيني ثابت زي الآلات والمعدات والعقارات والمباني، أو رأس مال عيني متداول أو متغير زي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، يعني بتتغير الإنتاج. أما العناصر الإنتاج أو رأس المال العيني الثابت فهو لا يتغير بتغير الإنتاج زي التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة كده، واضح؟ رأس مال عيني، رأس مال نقدي ورأس مال عيني، العيني بنقسمه العيني ثابت وعيني متغير أو متداول. وعنصر التنظيم، عنصر التنظيم والإدارة، عنصر المنظم بنسميه المنظم أو التنظيم والإدارة، عنصر التنظيم أو المنظم أو التنظيم والإدارة كلهم هم حاجة واحدة، عنصر التنظيم والإدارة. والتنظيم والإدارة أحد عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي، هو العنصر الثالث. العنصر الرابع يا جماعة هو العمل، يبقى الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم والإدارة، أرض، عمل، رأس مال، تنظيم وإدارة، 4 عناصر في الاقتصاد الإسلامي. احنا بنقول يا جماعة رأس المال العيني الثابت زي الآلات والمعدات والعقارات، أما رأس المال العيني المتغير يعني بتغير حجم الإنتاج زي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. بس تركز شوية عشان ما يفوتكش حاجة وتقعد تسأل عليه. وعلى أي حال اللقاء بيبقى موجود، تقدروا تسمعوه مرات ومرات عشان ما نقعدش نكرر بقى، وإحنا الوقت معاكم ضيق والوقت معانا ضيق. هنتكلم على جزئية جديدة يا شباب بعد ما عرفنا إن عدد عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي هم 4 عناصر. هنتكلم على الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي. استهلاك إيه؟ استهلاك سلع وخدمات يعني. الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي يا شباب هنتكلم عليه من وجهتين نظر. يا ترى الاستهلاك عند المستهلك الغربي الرأسمالي وغيره بيعتمد على الاقتصادات الوضعية، هل المستهلك المسلم متشابه معاه في القواعد اللي بيعتمد عليها المستهلك الغربي؟ خلينا نلخص الموضوع دوت. الاستهلاك في ان احنا بنقول المستهلك الغربي بيعتمد على قواعد منها في استهلاكه للسلع والخدمات. كل مواطن بيكون له دخل، والناس مختلفين في الدخول ولا متشابهين في الدخول، ومستويات المعيشه مختلفين، وبالتالي استهلاك الناس بيختلف في اختلاف مستويات المعيشه. في غني جدا، في غني، في غني متوسط، في غني، في فقير، في فقير جدا، في معدم الى اخره. فاكيد استهلاكهم واشكال استهلاكهم للسلع والخدمات مختلفه، لكن في قواعد بيعتمد عليها المستهلك المسلم وفي قواعد بيعتمد عليها المستهلك الغربي
بيحطها شروط كده بيحطها لنفسه لما يستهلك سلع وخدمات. يا ترى ايه هي القواعد اللي بيعتمد عليها المستهلك الغربي؟ هنقول الدخل. يعني ايه الدخل؟ يعني المستهلك الغربي يا جماعه بيحاول يستهلك الدخل بتاعه على السلع والخدمات، او ينفقه على السلع والخدمات بحيث يحقق اشباع لرغباته واحتياجاته في حدود الدخل بتاعه، بحيث يعمل توازن، بحيث لو دخله 1000 ريال ما يصرفش اكتر من 1000 ريال، لان لو صرف اكتر من 1000 ريال معناه ان هو هيكون مقترض او مستدين او عليه ديون. هو بيحاول يعمل توازن، يحقق اشباع رغباته في حدود الدخل بتاعه من خلال انفاقه على السلع والخدمات. ايضا بيعتمد على قواعد اخرى زي قاعده المنفعه الحديه والمنفعه الكليه، والكلام ده درستوه او بتدرسوه في مبادئ الاقتصاد الجزئي. قواعد المنفعه الحديه والمنفعه الكليه بيعتمد عليها المستهلك الغربي في انفاقه على السلع والخدمات، بحيث السلع اللي بتحقق له منفعه اعلى بيدفع عليها فلوس اكتر او بيصرف عليها فلوس اكتر، السلع اللي بتحقق له منفعه اقل بيصرف عليها فلوس اقل. القاعده الثالثه اللي ممكن يعتمد عليها المستهلك الغربي يا شباب هي قاعده الرشد الاقتصادي. يبقى عندي 3 قواعد بيعتمد عليها المستهلك الغربي: الدخل والمنفعه الكليه والحديه والرشد الاقتصادي. الرشد الاقتصادي يعني الانسان بنفترض ان هو عاقل اقتصاديا عشان النظريات تبقى سليمه وصحيحه، لان الانسان لو مش عاقل اقتصاديا تلاقي كل النظريات بتاع الاقتصاد غلط، لكن بنفترض ان الانسان عاقل اقتصاديا. يعني ايه عاقل اقتصاديا؟ يعني بيعرف يصرف دخله ازاي بشكل يحقق له يشبع لرغباته واحتياجاته وفق الاولويات، الاهم في المهم في الاقل اهميه في اللي مش مهم خالص الى اخره. ده المستهلك الغربي يا جماعه. اما المستهلك المسلم هو كمان عنده قواعد بيعتمد عليها. طبعا الناس متفاوتين في الدخول برضه كمسلمين، مستويات المعيشه مختلفه وبالتالي الدخول مختلفه، وبالتالي الاستهلاك على السلع والخدمات بيكون مختلف من فئه او من مستوى الى اخر. لكن يهمنا جدا ان انت تعرف ايه هي القواعد اللي بيعتمد عليها المستهلك المسلم عند استهلاكه للسلع والخدمات. يا ترى ايه اهم القواعد اللي بيعتمد عليها المستهلك المسلم عند استهلاكه للسلع والخدمات؟ ايه اهم القواعد اللي بيعتمد عليها المستهلك المسلم عند استهلاكه الاستهلاك عند استهلاك السلع او نظريه سلوك المستهلك بنسميها؟ ايه القواعد اللي بيعتمد عليها؟ الحقيقه عندنا قواعد بيعتمد عليها المستهلك المسلم، ومنها نقول ان هم 4 قواعد اساسيه بيعتمد عليها المستهلك المسلم في استهلاكه للسلع والخدمات. القاعده الاولى، خلينا نقول 4 قواعد اجمالا وبعد كده نفصلهم مع بعض. القاعدة الأولى هي قاعدة الدخل. يا ترى يعني إيه قاعدة الدخل اللي بيعتمد عليها المستهلك المسلم في استهلاك السلع والخدمات؟ دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية هي الرشد الاقتصادي، تحقيق الرشد الاقتصادي. القاعدة الثانية، يا ترى يعني إيه تحقيق الرشد الاقتصادي؟ وكيف يسعى المسلم والمستهلك المسلم تحقيق الرشد الاقتصادي من مفهوم الاقتصاد الإسلامي؟ القاعدة الثالثة يا شباب هي قاعدة بنسميها الحرية الاقتصادية المنضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية. دي القاعدة إيه الثالثة بيعتمد عليها المستهلك في إيه؟ في استهلاكه للسلع والخدمات عشان يحقق إشباع لرغباته واحتياجاته ويحقق المنافع اللي هو عايزها من إنفاق دخله، يحاول يعمل توازن ما بين الدخل وإنفاقه على السلع والخدمات. القاعدة الرابعة وهي قاعدة تسمى تحقيق زيادة المنافع أو قاعدة زيادة المنافع. يبقى 4 قواعد بيعتمد عليهم المستهلك المسلم عند استهلاكه للسلع والخدمات بغية أو هدف تحقيق إشباع رغباته واحتياجاته في حدود دخله. قاعدة الدخل، قاعدة الرشد الاقتصادي، قاعدة الحرية الاقتصادية المنضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية، قاعدة تحقيق أو قاعدة زيادة المنافع، تحقيق زيادة المنافع. دول الـ4 قواعد بشكل عام. بشكل تفصيلي هنشرح واحدة واحدة منهم ونمشي مع بعض واحدة واحدة ابتداء من صفحة 31 يا شباب. احنا في 31 دلوقتي عشان أنا حاسس إن الناس بتضيع على آخر الفصل الدراسي، الناس هتضيع يعني. لكن مع التركيز مفيش حاجة هتضيع إن شاء الله. الصوت واضح؟ هي قصة بقى كل شوية الصوت واضح، الصوت واضح. الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح، ماشي. القاعدة الأولى اللي بيعتمد عليها المستهلك المسلم هي قاعدة
قاعدة ايه يا شباب؟ الدخل. يعني ايه الدخل؟ يعني المستهلك المسلم بيحاول يعمل توازن ما بين الدخل بتاعه وانفاقه على السلع والخدمات. يعني لو دخله 1000 ريال بيحاول ان هو ما يزيدش استهلاكه عن ال1000 ريال، لان لو زاد استهلاكه هيبقى مديون او مقترض او غيره او عليه ديون او مستلف او اي حاجة من الحاجات دي. فالقاعدة الأولى هي الدخل. هو دخل الفرد ممكن أقدر أحدده بنقطتين، دخل أي فرد ممكن أحدده بنقطتين، أو بإننا أسأله سؤالين: ملكية عناصر إنتاج وأسعار هذه العناصر. يعني أنا أقول لواحد مثلا: أنت إيه مصدر دخلك؟ يقول لي: والله ما عنديش غير وظيفة حكومية. بقول له: بتشتغل إيه؟ يقول لي: مدرس. بقول له: أنت بتشتغل مدرس إيه وبقالك كام سنة؟ مش ممكن بالتقريب أعرف دخله تقريبا كام؟ واحد تاني يقول: ما عنديش لا وظيفة حكومية ولا وظيفة قطاع خاص، أنا عندي مصنع لإنتاج العصير. بقول له: بتنتج كام علبة عصير في الشهر مثلا؟ وهي بتبيع العلبة بكام؟ مين هقدر اعرف تقريبا مستوى دخله كام؟ وهكذا. واحد يقول: ما عنديش لا وظيفة ولا مشروع، انا عندي عمارة سكنية فيها 10 شقق، بأجر الشقة مثلا ب 1000 ريال في الشهر، يبقى انا عرفت تقريبا مستوى دخله ولا لا؟ على اي حد نقطة كده. يعني ما هو العناصر اللي اقدر من خلالها احدد دخل اي فرد؟ ملكية عناصر انتاج واسعار هذه العناصر. ملكية عناصر انتاج واسعار هذه العناصر. فالاقتصاد الاسلامي يعتبر الدخل كعنصر رئيسي ومؤثر ومحدد للسلوك الاستهلاكي للفرد، لكنه لا يرى بانه العنصر الوحيد المؤثر. امال في ايه عناصر تانية بتاثر بل تدخل الابعاد؟ يبقى اذا مش قضيه الدخل. يعني عند المستهلك الغربي اهم حاجه الدخل. يعني يقول: استهلك خمره، يقول لك: شغال، لو في فلوس هستهلك، لو فيش فلوس مش هستهلك. خنزير، يقول لك: ماشي عادي برضه، يعني لو في فلوس هستهلك، مفيش فلوس مش هستهلك. لكن المستهلك المسلم نجي نساله نقول له: ايه رايك في الخمره؟ يقول: لا. يقول: طب معاك فلوس ولا ايه؟ معايا فلوس، بس في قواعد تانية مش قواعد مادية بس اللي بتحكمني زي المستهلك الغربي. لا، انا عندي قواعد دينية وقواعد اجتماعية وقواعد اخلاقية وقواعد عادات وتقاليد بتمنعني من ان انا استهلك. معايا فلوس اي نعم، لكن الخمرة الخنزير ربنا حرمها، فانا ببتعد عنها حتى لو معايا فلوس. ويمكن كمان لانها بتضرني صحيا، بتضرني ماديا، بتضرني اجتماعيا، بتعمل مشاكل، جرائم الى اخره. وبالتالي بندخل ابعاد اخرى غير الابعاد الماديه. يعني بيقول المستهلك الغربي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ابعاد ماديه ذاتيه شخصيه فقط، او ابعاد ماديه فقط، او ابعاد ذاتيه ماديه فقط في استهلاكه للسلع والخدمات عشان يبقى رغباته واحتياجاته. ولكن المستهلك المسلم هل بتحكمه ابعاد ماديه ذاتيه فقط؟ لا، ده في ابعاد اخرى. احنا زي ايه الابعاد الاخرى بقى يا جماعه؟ ابعاد دينيه بتحكم المستهلك المسلم. طب ما انت معاك ما تستهلك خنزير، يقول لك: لا، الدين بيحرم علينا استهلاك الحاجه دي، حتى لو معايا فلوس مش هستهلكها. طاعه لله وطاعه للرسول صلى الله عليه وسلم. ده تدخل الابعاد الدينيه بتدخل الابعاد الدينيه كعامل مؤثر على سلوك الفرد الاستهلاكي المسلم، سواء من حيث نوع السلع والخدمات. مش نوع السلك يا جماعه، مكتوب صفحه 31: نوع السلع والخدمات المستهلكه، مش السلك. سلك ايه بتاع ايه؟ نوع السلع والخدمات المستهلكه ومن حيث كميتها. يبقى اللي بيحكمني نوع السلعه ومش نوعها بس، كميتها. يعني لما اقول لكم مثلا جرام خنزير مش زي خنزير كامل، ده حرام وده حرام. ملي خمره مش زي برميل خمره، مش ده حرام ولا وده حرام. ولا الواحد هيشرب ويبلبع بقى ويقول: لا، ده جرام مش ولا ملي. لا، ملي خمره زي برميل خمره، جرام خنزير زي خنزير كامل. عندنا في الاسلام ده حرام وده حرام، ما كان كثيره حرام فقليله. شاطرين، برافو عليكم، حرام ما شاء الله. وبالتالي القاعدة الأولى يا شباب، القاعدة اللي بتحكم المستهلك المسلم عند استهلاكه للسلع والخدمات وبيحقق إشباع رغباته واحتياجاته، هي قاعدة الدخل. ومش قاعدة الدخل كجانب مادي بس اللي بتحكمه، وإنما بيضيف عليها أبعاد أخرى، أبعاد مادية ودينية وذاتية واجتماعية وثقافية وعادات وتقاليد. وقول زي ما انت عايز تقول ان في ابعاد كتيرة غير الابعاد المادية اللي بتحكم، لكن المستهلك الغربي بتبقى ابعاد مادية ذاتية فقط. القاعدة التانية اللي بتحكم المستهلك المسلم هي قاعدة تحقيق الرشد الاقتصادي. يعني ايه تحقيق الرشد الاقتصادي؟ يعني بقول المستهلك راشد اقتصاديا. نفس القاعدة بيعتمد عليها المستهلك الغربي برضه، ولكن المستهلك الغربي برضه قلنا بيعتمد على قاعدة الرشد الاقتصادي بخلال معايير ماديه ذاتيه فقط. اما المستهلك المسلم ما بيلغيش القاعده دي، بيقول لك: ايوه القاعده دي كويسه كرشد اقتصادي، ولكن انا هضيف عليها ابعاد اخرى زي ابعاد دينيه وابعاد عقديه وابعاد اجتماعيه وعوامل اخرى تؤثر على استهلاك هذه السلع والخدمات، واهمها طبعا الابعاد الدينيه والعقديه والاجتماعيه. اذا المستهلك الرشيد في الاقتصاد الاسلامي
بيعمل على تحقيق التوازن بين الدخل وأنواع السلع والخدمات ومزاياها ومزاياها. احنا بننتقل لصفحة 32 عشان الناس ما تضيعش وما تتوهش. الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح؟ ايوه اصحوا كده، انتوا نمتوا ولا ايه؟ لسه بدري على النوم، انتوا داخلين على الاختبارات يعني. كويس والله، هو بالله واضح. ماشي ماشي، انتوا هنعمل ايه؟ مش طلباتكم اللي انتوا بتقولوا في ناس بتسأل على الصوت كتير، فانا هتعبكم بقى ان انا كل شويه اقول لكم الصوت واضح عشان تزهقوا مني وتقولوا مش عايزين محاضرات خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. في بقى يا جماعه ضوابط، في ضوابط علشان نقول عليك او عليكي مستهلكه اسلاميه رشيده او بتحققي الرشد الاقتصادي في الاسلام او بمفهوم الاسلام. انت مستهلكه بتحققي الرشد الاقتصادي، يعني امتى اقول عليك عليكي رشيده اقتصاديه او رشيد اقتصادي بمفهوم الاقتصاد الاسلامي؟ يعني انت تكون تحقق الرشد الاقتصادي، انت اكيد في ضوابط. مش هيقول عليا رشيد اقتصاديا كده وخلاص بمفهوم الاقتصاد الاسلامي، لكن في ضوابط. يا ترى ايه الضوابط والتوجيهات اللي بتسهم في تحقيق الرشد الاقتصادي مش لدى اي مستهلك، انما لدى المستهلك المسلم سواء مسلم او مسلكه مسلمه؟ في شروط، في ضوابط. لو اتحققت الشروط والضوابط دي فيك اقدر اقول عليك راشد اقتصاديا كمسلم مستهلك في الاقتصاد الاسلامي. اول ضابط يا شباب هو زي ما خدنا في ضوابط الانتاج، تحريم انتاج السلع والخدمات الضاره. طب في الاستهلاك بقى بيقول ايه بقى؟ تحريم استهلاك السلع والخدمات الضاره. واحد يقول لك طب ما ده كلام مش عايز شرح، يعني ايه زي السلع والخدمات الضاره؟ زي ايه؟ طبعا انتوا عارفين زي ايه. وذلك بعدم استهلاك السلع والخدمات الضاره والخبيثه التي حرمها الله، ومن امثله ذلك الخمر والخنزير والدخان وغيرها. ومن امثله الخدمات المحرمه التمويل بالربا والتعامل بالقمار والميسر وتحريم استخدام الذهب والفضه في الاكل والشرب والتحلي بالذهب للرجال، كما يحرم لبس الحرير والديباج على الرجال. وبالتالي لما الاسلام يحرم استهلاك السلع والخدمات الضاره والمخدرات والخمره والى اخره من الكلام اللي انتوا هتقولوا عليه كله تمام مظبوط. احنا بقى الهدف دلوقتي لو فعلا تم تحريم استهلاك السلع والخدمات الضاره في المجتمع، هل ده هيؤدي؟ الدخان طبعا حرام، السجاير حرام باجماع الفقهاء والعلماء، لان ما كان كثيره حرام فقليله حرام، والدخان بيضر ولا ما بيضرش؟ وبالتالي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، الدخان والتدخين بيوديك لتهلكه ولا بيصلح لك جسمك؟ بيخلي جسمك كويس وصحتك تمام، ولا بيهد في جسمك ويمرضك؟ يبقى قياسا على حاجات كتيره. طبعا العلماء بيحرموا التدخين. وبالتالي لو تم تحريم السلع والخدمات الضاره في المجتمع، تفتكروا المجتمع هيستفيد يا شباب؟ تفتكروا الفرد المسلم او المسلمه او المجتمع عموما هيستفيد لو حرمنا السلع والخدمات الضاره؟ هيستفيد. طب يستفيد ازاي؟ ايوه، من خلال الاثار الايجابيه اللي هنقولها دي بالنسبه للفرد والمجتمع. هيحافظ للفرد على الدخل بتاعه من انه يتجه للسلع والخدمات الضاره، ولكن يتجه الى السلع اللي بتحقق له نفع حقيقي. ايضا لما الانسان ما يستهلكش السلع والخدمات الضاره، وبالتالي مش هيصرف عليها فلوسه، وبالتالي هيزود الجزء المخصص للادخار، اللي بالتالي الادخار بيتحول الى استثمار بيفيده ويفيد المجتمع في المستقبل ويزود له ارباحه. ايضا كمجتمع بيحافظ على موارد المجتمع من الاهدار والاستنزاف، لان في موارد ممكن ان اوجهها لانتاج السلع والخدمات الضاره، وفي موارد ممكن ان اوجهها لانتاج السلع والخدمات النافعه. زي مثال قلناه قبل كده، العنب. العنب كفاكهه، كفاكهه مش ممكن اوجهه لانتاج السلع والخدمات الضاره، او اوجهه لانتاج سلع وخدمات نافعه ومفيده للفرد والمجتمع. العنب مش ممكن اصنع منه الخمر والنبيذ والمسكرات التي تؤدي الى تهلكه الفرد والمجتمع. طب نفس العنب ده مش ممكن اصنع منه مأكولات ومشروبات حلال وزبيب ومربات وعصاير؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ما تقوله ممكن. دي اول ضابط عشان اقول عليك راشد اقتصاديا او راشده اقتصاديا يا شباب بمفهوم الاقتصاد الاسلامي، ان انت ما تستهلكش السلع والخدمات الضاره، ده هيفيدك ويفيد المجتمع. تاني حاجه عشان اقول عليك او عليك راشده اقتصاديه بمفهوم الاقتصاد الاسلامي عند استهلاك السلع والخدمات، لازم كمان ما يكونش عندك اي نوع من السلوك الطرفي. تحريم السلوك الطرفي، ايوه، هو مين ده السلوك الطرفي ده؟ لازم تعرف تعريف السلوك الطرفي هو ايه. ما هو السلوك الطرفي كتعريف؟ هو ايه يا جماعه بقى؟
هو التوسع والتنوع في الملذات والشهوات مع عدم الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. ويعد الطرف بالتاء درجة أشد حرمة من الإسراف والتبذير. ولذلك جاء الوعيد الشديد من الطرفين في آيات عديدة. ها، والطرف كان سبب في هلاك قرى بأكملها أهلكها الله عز وجل لأنهم كانوا قبل ذلك مترفين. سلوك الطرف يعني فينا يا شباب، وإن هو أشد حرمة من الإسراف والتبذير، أشد ولا أقل حرمة؟ هيجي لك صح وغلط، اختار متعدد تبقى عارف. من الأضرار المترتبة على السلوك الطرفي، لو انتشر السلوك الطرفي في المجتمع، تفتكروا هيفيد المجتمع ولا هيضر المجتمع؟ لو السلوك الطرفي ده، التوسع في الشهوات والملذات والكلام ده، هيفيد المجتمع ولا يضر؟ ازاي بقى؟ هيضر ازاي؟ يؤدي إلى تبديد الموارد وسوء تخصيصها وتوزيعها. يؤدي إلى اتجاه نحو الاستهلاك على حساب الادخار والاستثمار. يؤدي إلى تدمير وتدهور قيم ومقومات المجتمعات. دي الأضرار اللي بيسببها السلوك الطرفي. بس كده تبقى انت راشد اقتصاديا او راشده اقتصاديا بمفهوم الاقتصاد الاسلامي لما تستهلك السلع والخدمات؟ لا، ده لسه في ضوابط تانية، في ضابط ثالث وفي ضابط رابع. الضابط الثالث النهي عن الاسراف والتبذير والسفه. النهي عن الاسراف والتبذير وايه يا جماعه؟ والسفه. لازم تعرف الفرق بين الثلاث مصطلحات دول، مهمين جدا. ما هو الاسراف؟ ما هو التبذير؟ ما هو السفه؟ الاسراف هو ايه يا شباب؟ الطرف طبعا اشد حرمة من الاسراف والتبذير، قلناها الطرف درجته اشد حرمة من الاسراف والتبذير. خلينا بس نقول دلوقتي ايه هو الاسراف، ايه هو التبذير، ايه هو السفه. كل مصطلح لازم تعرفه لان بيجي صح وغلط كتير او اختيار متعدد. التبذير هو ايه؟ التبذير هو الانفاق على المحرم وان كان يسيرا. ان انت تنفق حاجه على حرام وان كان الانفاق ده يسير، الانفاق على الحرام وان كان يسيرا، او ينصرف الى الانفاق على المحرم وان كان يسيرا، ده مين؟ تبذير. برافو عليك. أما الإسراف هو إيه بقى؟ فهو تجاوز باعتدال في الإنفاق على الحلال غالبا. الإسراف هو يا جماعة تجاوز باعتدال في الإنفاق على الحلال غالبا، ده مين؟ الإسراف. طيب أمثلة على الإسراف، مثلا الإسراف في شراء ما يزيد عن الحاجة من السلع الاستهلاكية، الإسراف في نقل ودوء، وهذا يتعلق في أداء الواجب الشرعي. أيضا لم تقتصر الشريعة الإسلامية على التوجيهات التي تحث على عدم الإسراف، بل قرنت ذلك بوجوب الحجر على من دأب واستمر في إضاعة ماله بأي صورة من الصور، وسمت الشخص سفيها وهو الذي لا يحسن التصرف في الأموال، ويتمثل الحجر على السفيه صورة من صور الحرص على المحافظة على الموارد بعدم إهدارها أو الإسراف فيها. الإسراف والتبذير والسفه، الإسراف عرفناه، التبذير عرفناه، أما من هو السفيه؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، فيقع في الإسراف والتبذير على السواء، ولا يعرف الصح من الخطأ، ولا يعرف الحلال من الحرام، ده مين؟ السفيه. عشان نحافظ له على أمواله ونحافظ على أموال أصحاب الحقوق عنده، ها، لأنه سفيه لا يفقه حلال من حرام ولا صح من غلط، وبيقع في الإسراف والتبذير، والطرف بيقع في يعمل الحاجات دي كلها من غير ما يدرك، ها، نحجر عليه علشان نحافظ له على أمواله ونحافظ للناس أصحاب الحقوق، أسرته أولاده زوجته اللي ممكن يضيعهم معاه لأنه سفيه، لا، يبقى يجوز الحجر على السفيه بضوابط الشريعة الإسلامية طبعا. الضابط الرابع والأخير يا شباب، علشان نقول بقى أنت ده راشد اقتصاديا، أرفع صوتي شوية. حاضر، نرفع صوتنا، نرفع صوتنا، نسمع صوت عالي جدا، عايزين نتكلم كل اللي أنت عايزينه حاجة إن شاء الله، مفيش مشكلة. طيب بنأكد على الصوت يا شباب، الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ ما شاء الله، أكتر حاجة مركزين فيها الصوت واضح ولا مش واضح؟ غير كده بقى التركيز يبقى ضعيف. طيب الضابط الرابع يا شباب، عشان نقول عليك او عليك رشيد اقتصادي او رشيد اقتصادي مفهوم الاقتصاد الاسلامي لما تستهلك السلع والخدمات، الا وهو ده الحث على الاعتدال والتوسط في الانفاق. الحث على الاعتدال والتوسط في الانفاق، الحث على الاعتدال والتوسط في الانفاق. طبعا الضوابط الاربعه دي لتحقيق الرشد الاقتصادي، احنا قلنا قواعد المستهلك المسلم الدخل،
والرشد الاقتصادي، الرشد الاقتصادي بيعتمد على 4 ضوابط، والضابط الرابع للرشد الاقتصادي هو الحث على الاعتدال والتوسط في الانفاق الاستهلاكي. وبالتالي انت لو حققت ال3 ضوابط اللي قبل كده في الرشد الاقتصادي اكيد هتوصل للاعتدال، اكيد هتبقى معتدل. لو مش هتنفق على السلع والخدمات الضاره، لو مش هتضعف في السلوك الطرفي، لو مش هتكون مبذر ولا سفيه ولا مسرف، اكيد هتكون معتدل بمفهوم الاقتصاد الاسلامي المتوسط في الانفاق. وبناء عليه القاعده الثالثه يا شباب، القاعده الاولى الدخل، القاعده الثانيه الرشد الاقتصادي بالضوابط الاربعه بتوعها، القاعده الثالثه من قواعد المستهلك المسلم او نظريه سلوك المستهلك المسلم، الا وهي الحريه الاقتصاديه المطلقه ولا المنضبطه؟ مطلقه ولا منضبطه؟ المنضبطه بضوابط الشريعه الاسلاميه. برافو عليكم شاطرين ممتازين. يعتمد سلوك المستهلك الاقتصادي الغربي لتحقيق اهدافه على اداتين رئيسيتين. يعني احنا بنقول المستهلك المسلم عنده حريه اقتصاديه منضبطه بضوابط الشريعه الاسلاميه، اما المستهلك الغربي فبيعتمد على حريه اقتصاديه شبه مطلقه. يعني فبيعتمد على تحقيق هدفين اساسيين للمستهلك الغربي. الاداه الاولى الحريه الاقتصاديه للفرد بانفاق دخله على حاجاته ورغباته المتعدده وما يطلق عليه سياده المستهلك. ثانيا الاداه الثانيه اللي بيعتمد عليها المستهلك الغربي هي حريه السوق، وهو ما يعبر عنها بالمنافسه الكامله، ويقصد بها توفر المعلومات الكامله والكافيه عن احوال السوق وعن الاسعار من مشاعة اتخاذ القرارات بشفافيه كامله. القاعدة الرابعة والأخيرة يا شباب بعد الحرية الاقتصادية المنضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية بالنسبة للمستهلك المسلم، ألا وهي قاعدة تحقيق زيادة المنافع، تحقيق زيادة الإيه؟ المنافع. يعني المستهلك المسلم هو بيسعى للاستهلاك بيبقى عنده عدة أهداف، مش هدف مادي بس زي المستهلك الغربي، لا، عنده أهداف أخرى. أولاً بقول له أنت بتاكل ليه؟ بتشرب ليه؟ بتتعلم ليه؟ بتصلي ليه؟ يقول لك تنفيذ لأمر ربنا سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضات الله عز وجل، عشان اكون مؤمن قوي، والمؤمن القوي خير واحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف. قوه في الايمان، قوه في البدن، قوه في الصحه، قوه في العقل، قوه في الذكاء الى اخره يا شباب. فعلشان احقق منافع كتيره جدا. بينما المستهلك الغربي ها عنده اهداف ماديه فقط، لكن المستهلك المسلم عنده اهداف ماديه ومعنويه وروحيه واجتماعيه ودينيه وعقديه واخرويه، قول زي ما انت عايز. وبناء عليه تحقيق زيادة المنافع هي القاعدة الرابعة اللي بيعتمد عليها المستهلك المسلم لتحقيق إشباع رغباته واحتياجاته كنظرية سلوك مستهلك مسلم. بنقول يتفق المسلم معايير فإنه يسعى من خلال الحصول على السلع والخدمات الأكبر إشباع ممكن كجوانب مادية، لكنه يختلف عن المستهلك الغربي من خلال ما يلي. يبقى إذا المستهلك المسلم يا جماعة يعتمد على أهداف أو أبعاد مادية ذاتية فقط، بينما المستهلك المسلم ايوه برضه بيعتمد على ابعاد ماديه ذاتيه، بس ضيف عليها بقى قبل ده كله في ابعاد دينيه، في ابعاد عقديه، في ابعاد اجتماعيه والى اخره من الابعاد، بحيث لا يقتصر زياده المنافع على زياده كميه السلع والخدمات زي المستهلك المغربي، بل ان نوع السلع والخدمه عامل مهم في تحديد حجم المنافع. زي ما قلت لك جرام خنزير زي خنزير كامل حرام عند المستهلك المسلم، ولو معاه فلوس حتى مش هينفق عليها حاجه. ايضا المستهلك المسلم يا شباب احنا في صفحة 34، احنا في صفحة 34 دلوقتي يا شباب، في صفحة 34 بيدخل المستهلك المسلم ضمن مصطلح زيادة المنافع مساعدة الفقراء والمحتاجين. المنفعة أيضا بيكون عند المستهلك المسلم لها بعد ذاتي واجتماعي، مش بعد ذاتي فقط، لا بعد اجتماعي كمان. وأيضا هو بهذا يختلف عن مفهوم المنفعة عند المستهلك الغربي الذي يحدد منافعه بمعيار مادي ذاتي فقط. اما اكتر من مادي ذاتي، مادي ذاتي فقط ده مستهلك مين؟ الغربي. مستهلك مين؟ الغربي. اما بعد ذاتي واجتماعي او مادي واجتماعي، نضيف كلمه اجتماعي يبقى ده مستهلك مين؟ ما تقولوا مستهلك مين؟ محدش قال مستهلك مسلم، مستهلك ايه بقى؟ مسلم. ده متاخر. مستهلك مسلم. طيب يا شباب، بعد ما خدنا قبل كده الانتاج واتكلمنا على الاستهلاك، اكيد السلع والخدمات دي بنجيبها منين؟ من السوق. السلع والخدمات دي بنجيبها منين؟ من السوق. سوق خضار، سوق فاكهه، سوق ملابس، سوق سيارات، سوق اي حاجات. ها فالسوق، السوق انتوا درستوه طبعا قبل كده في مبادئ الاقتصاد الجزئي، وعرفتوا ان السوق انواع، يوجد 4 انواع من الاسواق. يا ترى هي ايه انواع الاسواق ديت؟ ما هي انواع الاسواق؟ قبل ما نقول انواع الاسواق، عندنا تعريف عام للسوق وعندنا تعريف السوق بالمفهوم الاقتصادي. في تعريف السوق بشكل عام وفي تعريف السوق بالمفهوم الاقتصادي. ايه هو السوق يا جماعه؟ ايه هو السوق؟
لا هو السوق. السوق بيطلق السوق بالمفهوم العام على المكان الذي يلتقي فيه البائعين بالمشترين لتبادل السلع والخدمات. مش هو ده السوق، المكان اللي بيتجمع فيه الناس اللي بتبيع والناس اللي بتشتري علشان يتكون السوق عندي، عشان يتبادلوا السلع والخدمات ويتبادلوا المنافع. ايوه هو ده السوق بشكل عام اللي انتوا كلكم عارفينه. لكن عايزين بقى احنا السوق بالمفهوم الاقتصادي اللي بيتمشى مع العصر الحديث والتكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة في تسويق الكتروني وغيرها. عايزين نعرف السوق بالمفهوم الحديث بقى، المفهوم الاقتصادي الحديث. هو ايه السوق بقى؟ هو عبارة عن مش مكان بقى، ما بقاش مكان ولا زمان، هو إمكانية التقاء البائعين بالمشترين لتبادل السلع والخدمات وعناصر الإنتاج دون أن يشترط مكان أو زمان معين. ليه؟ لأن أنت بالجوال تقدر تشتري وأنت قاعدة في أي مكان وزمان. الموضوع ما بقاش مكان وزمان، مع أن سوق المكان الزمان موجود في كل دول العالم، سوق التلات، سوق الخميس، سوق مش عارف إيه، سوق إيه، سوق في أسواق مشهورة بالمكان وبالزمان. الله يكرمكم، يعني إحنا أقل من كده بكتير. خلينا بس نقول ان السوق في تعريف عام وفي سوق في تعريف ايه يا شباب، في تعريف سوق بشكل مفهوم عام كلكم عارفينه. اول ما اقول لحد عارف السوق هو يقول لك ايوه هو المكان اللي بيلتقي فيه البائع بالمشتري عشان يبدلوا السلع بالخدمات ويتبادلوا المنافع مع بعض. طب ما كلكم عارفينه وكلنا عارفينه، لكن التكنولوجيا الحديثه بقى وسائل الاتصال الحديثه، في تسوق الكتروني، في جوال تقدر في اي لحظه في اي مكان في اي زمان تقدر تشتري بيه. مش معنى كده ان سوق المكان الزمان مش موجود، لا سوق المكان الزمان موجود. في اليابان في اسواق بسوق الثلاث، سوق الخميس، سوق الجمعه، كل سوق مشهور ببيع سلع معينه مثلا، او باماكن، سوق مش عارف مكان فلاني، سوق المكان الفلاني، وهكذا. في كل دول العالم، امريكا، اوروبا، اسيا، افريقيا، كل دول العالم موجود فيها الاسواق بالمكان الزمان. لكن احنا كعلماء، او مش كنا احنا مش احنا بقى العلماء، يعني كعلماء لما بيعملوا كتاب عن الاسواق ولا الكلام ده التسوق، بيقول لك لا احنا لازم نطور التعريف بتاعنا في الكتاب شويه. ده في تكنولوجيا حديثة في وسائل الاتصال، في حاجة اسمها تسوق الكتروني وسوق الكترونية والتجارة الالكترونية، وفي البيع والشراء من خلال وسائل التواصل وكذا وغيرها. ماشي خلاص، ما احنا بنلخص والله، بس يعني اللقاء بيتسجل، واللي عايز يطلع من المحاضرة ويروح على المحاضرة التانية ما عندكش مشكلة، وتقدر وتقدري تسمعي المحاضرة بتتسجل بدل المرة، اسمعيها مليون مرة لو عايزين. الكلام بقى البسيط ده ما فيش داعي منه يا شباب. اللقاء بيتسجل وتقدروا تسمعوا اي حاجة بتفوتكم وتعيدوها بدل مرة مرات ومرات ومرات. ده التعريف في السوق بشكل عام، وده التعريف الاقتصادي اللي بيهمنا. اجي اقول لك ده صح ولا غلط، اقول لك السوق بالمفهوم الحديث او المفهوم الاقتصادي الحديث يشترط وجود الف مكان معين، ب زمان معين، ج مكان وزمان معينين، د لا يشترط لا مكان ولا زمان معين. طبعا مش محتاج لمكان ولا زمان معين، لا مكان معين ولا زمان معين، مش محتاج لا ده ولا ده. او اجي اقولها لك صح وغلط، انت ادرى بقى صح وغلط ولا صح ولا اختار متعدي وهكذا. بقول لك من تعريفات السوق كمان، هو المنطقه التي يكون فيها البائعون والمشترون على اتصال وثيق ببعضهم البعض، بحيث يكون الثمن اللي يدفع في جزء من السوق اثر على اثمان بقيه اجزائه الاخرى. يعني التعريف ده ما يهمنيش قوي الحقيقه، لكن التعريف الاولاني والثاني يهمني اكتر من التعريف الثالث ده. ايه وظائف السوق؟ احنا عملنا الاسواق ليه؟ نيجي نقول التعريف، تعريف السوق بالمفهوم الاقتصادي هو عبارة عن إمكانية التقاء البائعين بالمشترين لتبادل السلع والخدمات بشرط توفر مكان وزمان معين، أو بشرط توفر مكان معين، أو بشرط وجود مكان معين. لا ليس شرط، يبقى العبارة خطأ، ليس شرط. وظائف السوق، ليه الأسواق بنعملها يا جماعة؟ إيه وظائف السوق؟ السوق بيقدم لنا إيه الأهداف، والأسواق الأسواق بتعمل لنا إيه الأهداف اللي بيحققها السوق؟ او ايه الوظائف اللي بيديها لنا كخدمات؟ السوق ده بيعمل لنا ايه؟ ايوه بيمكننا من تبادل السلع والخدمات، نبيع ونشتري، وعرض السلع زي ما انت بتقول، تبادل السلع والخدمات، يعني في بائع وفي مشتري، في منتج وفي مستهلك، وهكذا، في طلب في عرض. امكانيه التقاء البائعين بالمشترين، هي السوق بيعمل كده. السوق بيعمل ايه يا جماعه كده؟ انواع الاسواق في الاقتصاد الوضعي، انواع الاسواق في الاقتصاد الوضعي يا شباب، عندنا اربع انواع من الاسواق في الاقتصاد الوضعي. أربع أنواع من الأسواق في الاقتصاد الإيه؟ الوضعي، وأنتوا درستوها قبل كده، وإن كل سوق بيختلف عن التاني في شروطه، كل سوق ليه شروط. خليني أقول لك في سوقين منافسة وفي سوقين احتكار، في سوقين منافسة وسوقين احتكار. يبقى أربع أسواق، سوق أول وتاني منافسة، سوق تالت ورابع سوق احتكار. إيه أسواق المنافسة الاتنين وإيه أسواق الاحتكار الاتنين دول؟ أول سوق يا شباب من أهم الأسواق في الاقتصاد الوضعي، يعني أربع أسواق، هي سوق المنافسة التامة، أو بيسموه المنافسة الكاملة، سوق المنافسة التامة أو المنافسة اللي هي الكاملة. يا ترى شكله هيختلف عن الأسواق التانية؟ يا ترى ليه خصائص؟ يا ترى ليه صفات؟ ليه مميزات؟
الجهاز ليه سمات بتختلف عن الاسواق الاخرى. خلينا نشوف خصائص السوق المنافسه الكامله او المنافسه التامه. ده يا شباب بنقول خصائص هذا السوق هي المعرفه التامه باسعار السلع والخدمات. كل الناس البائعين والمشترين عارفين الاسعار، يعني السعر مش سر مستخبي بالناس، كل الناس عارفاه. حريه الانتقال، تدخل السوق تطلع من السوق ما فيش رسوم هتدفعها، حريه الخروج والدخول من الايه السوق، وحريه انتقال عناصر الانتاج، وحريه الدخول والسوق والخروج منه. تجانس وحدات من السلع والتشابه التام بينها، تجانس وحدات السلع المنتجه، السلع شبه بعضها بالظبط. وجود عدد كبير من البائعين والمشترين بحيث لا يؤثر اي فرض على المعروض من السلع او على المطلوب منها، وبالتالي مين اللي بيحدد الاسعار في سوق المنافسه الكامله يا شباب؟ المنتجين ولا المستهلكين؟ زي مثلا نقول الطماطم، مين اللي بيحدد سعر الطماطم؟ المنتجين ولا المستهلكين؟ البائعين ولا المشتركين ولا المشترين؟ مين اللي بيحدد السوق؟ قوى العرض، المنتجين، المستهلكين، قوى الطلب. طبعا اللي قال آلية السوق صح، اللي قال قوى العرض والطلب مع بعض هو اللي صح، وهو اللي فاهم ان ده سوق منافسة كاملة محدش بيحدد السعر، اللي بيحدد السعر هو الطلب والعرض، هي آلية السوق، هي جهاز الأسعار، هي جهاز الأسمان اللي هي الطلب والعرض، اللي هي قوى العرض والطلب مع بعض هي اللي بتحدد السوق. وبالتالي مفيش حد بيتحكم في تحديد السعر، لأن السعر بيتحدد تلقائيا بآلية السوق. السوق الثاني هو سوق منافسة برضه يا شباب، بس السوق الاولاني بنسميه سوق افتراضي نظري، يعني بيبقى موجود على الورق بس، بالشروط بتاعته ده مش هتلاقيه في الواقع بنسبه 100%، انما هتلاقي اسواق قريبه ليه بنسبه كبيره، لكن ب 100% سوق مطابق ليه في الواقع مش هتلاقي. سوق المنافسه التامه والكامله ده مش موجود في الواقع بنسبه 100%. انما السوق الثاني بقى اللي هناخده سوق المنافسه الثاني ده سوق المنافسه الاحتكاريه. سوق المنافسه الايه؟ لا لا، سوق المنافسه الاحتكاريه هو بقى المشهور اكتر، وهو الواقعي وهو الاكثر انتشارا في الواقع. يبقى عندي سوق افتراضي نظري موجود على الورق اللي هو سوق المنافسه التامه او الكامله، ده افتراضي نظري موجود على الورق مش موجود 100% في الواقع. انما السوق الواقعي اكتر، واللي هو بيمثل معظم السلع والخدمات واللي منتشر في الواقع بشكل كبير جدا، هو سوق يا جماعه سوق المنافسه الاحتكاريه. ايوه هو السوق ده بقى اللي بمواصفاته وخصائصه وشروطه هو ده اللي موجود في الواقع، وبينطبق على معظم السلع والخدمات اللي بنستهلكها، وهنقول زي ايه امثله. بس خلينا نشوف الخصائص بتاعته الاول يا شباب. من خصائص سوق المنافسه الاحتكاريه وجود عدد كبير من البائعين والمنتجين، او البائعين والمشترين، يعني المنتجين والمستهلكين، او البائعين والمشترين، كملها عندك دي، البائعين والمشترين او المنتجين والمستهلكين يعني. يبقى مين اللي بيحدد السعر برضه اذا كان في عدد كبير هنا؟ يبقى آلية السوق برضه هي اللي بتحددها، بس ساعتها هيبقى في اختلاف في الاسعار بسيط، في تمايز في السلع. ايوه هنا التمايز وعدم التجانس التام لوحدات السلع المنتجه، كل واحد بيميز السلع بتاعته اما بالعبوه بشكلها بطعمها الى اخره. اثر الدعايه والاعلام في اتخاذ القرارات التسعيريه، يعني بيبقى في تاثير على السعر بس بسيط. السعر الاساسي مين اللي بيحدده؟ اليه السوق، لكن في اختلاف في الاسعار ليه؟ لان في دعايه واعلان، وفي اختلاف في المجهود بتاع كل واحد في انه يظهر سلعته. انخفاض القيود في الدخول والخروج من السوق، يعني في قيود ولا مفيش؟ طب سوق المنافسه التامه ما كانش فيه، كان فيه حريه تامه في الدخول والخروج، لكن هنا فيه ولا مفيش؟ فيه قيود بس قيود ضعيفه، قد تكون رسوم، قد تكون تصاريح تدفعها او رسوم تطلعها او ضرائب تدفعها عشان تعمل السوق ده او تعمل تشتري الحاجه دي او تبيع الحاجه دي. يبقى اذا يا جماعه سوق المنافسه الاحتكاريه هو من اكثر انواع الاسواق انتشارا في الواقع. زي ايه بقى؟ في كام شركه بتنتج ملابس؟ هل الملابس شبه بعضيها ولا متميزه؟ اتفضل ماركه على اخرى. في كام سوق بينتج عطور؟ في كام سوق بينتج عطور؟ في كام واحد بينتج عطور؟ اسواق العطور. العصاير، يا ترى السعر واحد ولا في اختلافات بسيطه؟ اختلافات بسيطه. راجع عليه، في واحد بيميز نفسه بالعبوه، بالسعر، مش عارف بشكل العبوه، برسمتها الى اخره. الزيوت، العطور والصابون والسيارات، في كام واحد بينتج سيارات في العالم؟ كام شركه؟ كتير. لكن في تمايز في السيارات ولا لا؟ في تمايز في السيارات والسلع مش شبه بعضيها بالظبط. واضح يا شباب؟ وهكذا بقى معظم السلع، الاكل والشرب والملابس والجوالات والى اخره من السلع اللي تقدر تقول عليها بتندرج تحت سوق المنافسه اللي هي يا جماعه الاحتكاريه. برافو عليكم. فاضل لنا سوقين تانيين وهنحاول نختم بيهم المحاضره بتاعتنا. في سوق احتكار. سوقين احتكار، احنا خدنا سوقين منافسه، سوق منافسه تامه او كامله، وقلنا ده سوق افتراضي نظري موجود على الورق مش موجود في الواقع بنسبه 100% بشروطه. السوق الثاني سوق المنافسه الاحتكاريه هو السوق الاكثر انتشارا في الواقع، وعرفنا شروطه وعرفنا امثله عليه. السوق اللي بعد كده فيه سوقين، فيه سوقين احتكار، خدنا سوق المنافسه وسوق الاحتكار. سوقين الاحتكار هم ايه يا جماعه؟ سوق احتكار قله وسوق احتكار تام او كامل او بحت بيسموه. عندي سوقين احتكار،
منهم سوق بيسميه سوق احتكار قلة، وسوق برافو عليك زي الطيران مثلا دي احتكار قلة، او كان عندكم كام شركة اتصالات؟ ها كام شركة اتصالات عندكم؟ ثلاثة ولا خمسة؟ خمسة، خمس شركات اللي مشهور منهم ثلاثة، لكن هم خمسة لكن فيه ثلاثة. فدي أسواق احتكار، أسواق يا جماعة احتكار، احتكار كله يعني في عدد قليل هو اللي بيتحكم في السوق، ثلاثة أربعة خمسة ستة، عدد قليل يعني. وتتصف هذه السوق بوجود عدد قليل من البائعين والمنتجين، وتأثير كل بائع أو منتج بسياسة الآخرين التسعيرية. يعني مين اللي بيحدد السعر هنا؟ بقول احتكار كله، يبقى المحتكرين هم اللي بيحددوا السعر، وهم اللي بيحددوا الكمية كمان ونوع السلعة والكلام ده كله، هي اللي بيحددوا السعر، يبقى آلية السوق مش شغالة هنا. أما سوق الاحتكار التام أو البحت أو الكامل، يعني كم واحد بينتج السلعة يا شباب؟ كم واحد بيقدم الخدمة؟ واحد بس بيقدم الخدمة. عندكم كم شركة كهرباء؟ كم شركة مية؟ ده مش احتكار تام، ده احتكار تام. وبناء عليه يقصد بالاحتكار التام او الكامل يا شباب، يقصد به انفراد منتج وحيد قادر على او يستطيع فرض السعر الذي يريده مع عدم وجود سلعة بديلة لسلعته. يا ترى ايه موقف الاقتصاد الاسلامي من الاسواق دي كلها؟ الاقتصاد الاسلامي طبعا ما بيوافقش على اسواق الاحتكار، انما بيوافق على سوق المنافسة التامة والكاملة، او سوق المنافسة الاحتكارية، او المنافسة المشروعة، هي السوق اللي بيقرها الاقتصاد الاسلامي سوق المنافسة المشروعة. بينما الاحتكار الإسلام بيحرم الاحتكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من احتكر فهو الخاطئ، لأن الاحتكار محرم ومجرم بالشريعة وبالقانون أيضا. أما بالنسبة للاحتكار، لا يقر الاقتصاد الإسلامي بالاحتكار بمختلف أنواعه لما فيه من أضرار. وبعد كده نبقى نتكلم إن شاء الله على ضوابط السوق في الاقتصاد الإسلامي في اللقاء الجاي بإذن الله عز وجل. في اللقاء الجاي احنا وقفنا عند صفحة 35، المرة الجاية ان شاء الله عز وجل السوق ده شغال كده بشكل عشوائي ولا في ضوابط وشروط؟ السوق ده هيشتغل بشكل عشوائي واحنا بنتكلم على اقتصاد اسلامي، ها، ولا ليه ضوابط؟ ايوه ليه ضوابط، وضوابط طبعا بالشريعة الاسلامية. يا ترى ايه ضوابط السوق؟ يا ترى هننظم السوق ونخليه يشتغل ويحقق كفاءة في شغله وعمله واداء وظيفته ازاي؟ خلينا المرة الجاية إن شاء الله، اللي عايز يعرف ضوابط السوق وإزاي يكون سوق مطابق للشريعة الإسلامية ينتظرنا في الحلقة القادمة أو في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، يوم الأربع من الأسبوع ده إن شاء الله، يعني بعد يومين، عندنا الاثنين والثلاث مفيش، يوم الأربع بإذن الله يكون في لقاء الساعة 8 وربع، ونبقى نلتقي مع اللقاء السابع إن شاء الله عز وجل. يا رب تكونوا استفدتوا حاجة جديدة النهاردة، يا رب تكون المادة بالنسبة لكم مادة ممتعة ومادة مسلية ومادة ترفيهية كده إن شاء الله، تحصلوا فيها معدلات عالية باجتهادكم بتركيزكم بطموحكم، بإن أنت تحط أمل قدام عينيك وتحاول توصل للهدف بتاعك أو الأمل اللي أنت بتسبق إليه. يا رب يحقق لكم أملكم كلها وتحققوا كل اللي بتتمنوه في الخير دايما ليكم وللمجتمع كله. بشكركم، وإلى أن نلتقي في لقاء جديد يوم الأربعاء الساعة 8 وربع. بشكركم وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.